السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم، اليوم كان أول يوم من الأيام العشر من أوائل من ذي الحجة، فانقضى اليوم الأول ونحن في ليلة اليوم الثاني. سبحان الله، العشر لها نسمات مثل نسمات شهر رمضان وأيام شهر رمضان من البركة والصلاح وراحة البال والاطمئنان والسعادة والسكينة والإحساس بالإيمانيات الروحانية التي تتواجد في شهر رمضان المبارك. في كل عام أنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم، تقبل صيامكم لكل من صام، تقبل زكاتكم لكل من يتصدق ويتزكى، تقبل كل طاعتكم بإذن الله رب العالمين. ونلتقي في لقاء آخر قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.